ما فيها شيء، وفيها شيء، فيها هدف ثالث، هدف ثالث. الله في الشوط الأول لبداية العنكبوت. هنا مارادونا بيبرد على فواده شوي، بيبرد على فواده هذا المدرب بوكا جونيور. مارادونا، مارادونا اللي يقف على أعصابه مرات، واللي يقف بتفكير عميق تارة. هذا يوم ما لعب في منتخب الأرجنتين كان عمره 16 سنة، يوم ما لعب أول مباراة أمام منتخب المجر. منتخب المجر لعب مع منتخب الأرجنتين في 16 سنة، اختير في مع منتخب الأرجنتين ولعب أول مباراة لعب وكان في عمر 18 سنة، ويوم ما أحرز بطولة العالم للشباب كذلك مع منتخب الأرجنتين وشارك في 4 بطولات كأس العالم. لكن الحكاية، لكن القصة. و4 دقائق هنا مارادونا، تصل إديسون وكرة خطيرة ومحاولة ولقطة الماضية انزلق من خلالها إديسون، وهنا مارادونا الشوط الأول وعمر الشوط الأول. هنا مارادونا مرة ثانية بعد يحظ الكرة نعم الماضية التي سقط من خلالها، وتأتي صافرة علي حمد البدواوي. متابعينا من كل مكان، المطالب زي ما تفضل الكابتن ان الان يعمل بريس في الربع ساعة الاولى، العشرين دقيقة الاولى، عدا ذلك ما يقدر، ما عنده الان، لانه بنرجع لنقطة اتكلم فيها الكابتن. مهاجمين الجزيرة الاجانب الين الجولة الثامنة العام الماضي ما سجلوا للجولة الثامنة، لين الجولة الثامنة، فبالتالي عملية التجانس هذه مش عملية بسيطة، خاصة مع الجو. نعم مع الجو، نعم يعني صحيح. استنى عليهم شوية. إذن مشاهدينا الأعزاء نذهب بكم مرة. ماريانو دوندا الأرجنتيني سجل للوصل. هنا علي حمد بيكلم مارادونا، بيكلم مارادونا وبيقول له بالتأكيد هدي في أجواء اللقاء، حاول تهدي، حاول تكون الأمور طبيعية. وعلي حمد يعني الحكم الذي بالتالي يعود في طبعا في هذا الملعب في الموسم الماضي، في الموسم الماضي نعم في مباراة فضل الاشتراك، فضل الصدارة بين الوصل والجزيرة، يوم أن فاز الجزيرة بنفس نتيجة هذا اللقاء الشوط الأول حتى الآن 3-1 كان الحكم اللقاء علي حمد، وهي التي صارت فيها قضية الزهور. هنا مارادونا في حديث مع علي حمد. علي حمد، إذا مارادونا كما نتابع هذا المدرب الكبير مارادونا الذي يعني سوى البلاوي وعمل ما عمله مارادونا مع منتخب الأرجنتين في بطولات. محاولة لدوندا وكرة تعود حسن علي إبراهيم مرة أخرى، وركلة جزاء، ركلة جزاء. هنا كما نتابع اللقطة على جمعة ومارادونا يتنفس السعداء. لا، المباراة فيها أهداف مفتوحة منذ البداية، منذ البداية تضيع لكنها ضاعت، فرصة ما تروح على الوصلوية لكنها راحت، فرصة يتحسف من خلالها الأسطورة مارادونا. بوتش ادخل في جو اللقاء يا إديسون، ادخل في جو اللقاء. مرور وكرة جول، جول، الله لك عرش، لك عرش، ما هو لو راح وبعيد ما هزوه، لك عرش يا الوصل ما هز. ضاقت، ضاقت عليك يا مارادونا، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظن أنها لا تفرج، كنت رائعة في أرضية الملعب. نعم جماهير الأوروبي نسمع الأهازيج، نعم مع مارادونا يا مرهبهم يا مجنونهم، نعم شوف الكرة، يا سلام يا سلام. وهنا الهدف الثالث، يا الله، هدف هز، هز مارادونا، هز المدرجات،
فرح مارادونا. نعم هذا الكيان، هذا الأسطورة، لما لا؟ لأنه لأن لي ولأن مارادونا عمل الصولات والجولات. شايفين جمهور الأوروبي، والله والله أقولها، وإن كانوا يقولون وأسمع أن لكل شيء في هذه الحياة حكمة، في كل شيء في هذه الحياة حكمة. والكرة الماضية، نعم كرة خوان مانويل أوليفيرا التي يتحسف من خلالها مارادونا. يقول هذا ما عنده حظ، يقول هذا ما عنده حظ، حشا 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 لله، ماشي حظ، يقول ماشي حظ. يا الله الكاميرا رايحة وراه، الكل يضحك، الكل ورا مارادونا. ويا الجزيرة، نعم اعزف على المزيكا، اقتل مارادونا، هدف قاتل قاتل يا مارادونا. عادوا من بعيد 4-3 بعدما قدم الأداء، هو الجمهور الأوروبي الذي لو خسر الوصل فهو يصفق، فهو يؤازر، فحتى بمختلف الظروف مارادونا مع الوصل بأداء رائع.